عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده عاش الشباب اللي بيبني بعرق ومجده عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه عاش اللي شايل حلم بلده وهمها فوق كتافه عاش الشباب صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان وفي كل بيت في حلقة جديدة ومهمة من برنامجكم عاش الشباب. بيتجدد لقانا مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم عاش الشباب. خلوني قبل ما أبدأ تعريف فقرات حلقتنا النهاردة أرحب بزمايلي اللي موجودين معايا النهاردة. صباح الخير عليكم يا شباب. صباح الخير عليك يا محمد. ونبدأ مع حضراتكم تعريف فقرات حلقتنا النهاردة وهبدأ مع لمياء مجدي. لمياء صباح الخير عليك وعندك إيه النهاردة؟ صباح الخير عليك يا محمد وصباح الخير على كل مشاهدينا الاعزاء. في فقرتنا الاولى النهارده هنتكلم عن فن الانشاد الديني او كما هو معروف في وسط العامه بالتواشيح الدينيه، وهو بيعتبر فن من فنون المناجاه والتقرب الى الله ومدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تطورا واضحا عبر العصور حتى اصبح في شكل الحديث المعروف بالاناشيد الدينيه او القصائد الدينيه، ومش بس كده وأصبح بينافس قنوات الأغاني. عشان كده هيكون ضيفنا في فقرتنا الأولى المنشد إبراهيم عادل اللي هنتكلم معاه عن موهبته وعن فن الإنشاد الديني. أما الفقرة الثانية اللي هي هتكون الفقرة الرياضية اللي تخص صحتك وبدنك، اللي هنقدر فيها نعرف إزاي نقدر نستغنى عن الجيم وبنفس الوقت نحافظ على جسمنا مع مدرب اللياقة البدنية عادل رامي عادل. جميل جدا يا شباب، كلها مواضيع مهمة، وإن شاء الله الفقرة الثانية تكون فقرة رياضية مميزة مع كابتن رامي عادل مدرب اللياقة البدنية مع زمايلي سارة جمال ورميساء أيمن. واستنوني أنا وزميلتي لمياء مجدي مع المنشد الديني إبراهيم عادل. أعزائي المشاهدين هنروح لفاصل، ولكن قبل الفاصل حابين نتوجه بالشكر إلى الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية وأيضا رئيس الأكاديمية الأستاذ أحمد دياب مقدم برنامج مصر الأصل وبرنامج البشتاجر على مجهوداته معنا الفترة الأخيرة، لأن زي ما قلنا وبرضه هنفضل نقول أستاذ أحمد كادر من الكوادر الإعلامية المتميزة في ساحة الإعلام المصري. أعزائي المشاهدين هنروح لفاصل، وبعد الفاصل استنوني أنا وزميلتي لمياء مجدي مع المنشد الديني إبراهيم عادل. استنونا بعد الفاصل. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين في فقرتنا الأولى عن الإنشاد الديني اللي بيحسسنا بأجواء رمضان وروحانياته. بحب أرحب بضيفنا المنشد إبراهيم عادل. أهلا بك إبراهيم. مرحب بك يا أستاذ لمياء. صباح الخير عليك يا أستاذ إبراهيم، مشرفنا ونورنا النهاردة في عاش الشباب. صباح الخير يا أستاذ محمد. في البداية كده قبل ما نبدأ أي حاجة عايزين نسمع من حضرتك حاجة حلوة تمتعنا وتمتع السادة المشاهدين وتمتع الفريق الإعداد زي ما شاهد كان عايز يسمع منك حاجة حلوة، عايزين نمتعهم بقى إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. جميل جدا. ربنا يتقبل ان شاء الله. ربنا يتقبل ان شاء الله. امين يا رب العالمين. مين هو ابراهيم عادل؟ ابراهيم عادل عبد الفتاح محمد، قرية الديسامي، مركز الصف، محافظة الجيزة، طالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الفرقة الرابعة، قارئ للقرآن ومنشد ديني، ومحب الأطفال السرطان جدا. اكتشفت موهبة الإنشاد الديني إمتى؟ وهل اكتشفتها بنفسك ولا في حد ساعدك على اكتشاف تلك الموهبة؟ اكتشفت موهبتي من بداية أولى إعدادي بطلوعي للإذاعة المدرسية. كان بدأت معايا بترتيل القرآن أولا، ثم بعد كده بدأت أسمع إنشاد لأن كان في حد بيطلع إنشاد في الإذاعة، فبدأت أسمع، بدأت أقول زي ما هو بيقول، فده أعطاني ثقة لنفسي وبدأت أقول فطب ليه ما أحفظه وأقول زيه، فبدأت أطلع الإذاعة المدرسية. بالنسبة للقرآن كان دايما والدي يشجعني إن أنا أصلي بيهم في البيت وكده. بعد كده لما أروح للمسجد يعني كان في كمان كانت عوامل مساعدة عندك من الحمد أسرة لله. والدك تمام. في والدي كان بيساعدني دايما ان انا اصلي بيهم، بقيت اروح المسجد اذن له صوتي كويس فاتفضل ابراهيم صلي. فالحمد لله دي كلها كانت عوامل مساعده من اهلي ومن صحابي ومن كل الناس المقربين ليا. يعني جميل جدا. جميل جدا. ربنا يكرمك. مين شجعك على الانشاد الديني ومين اللي اكتشف موهبتك؟ الانشاد الديني كل اصحابي بلا استثناء من مرحله الاعداديه الى الان دايما كانوا بيشجعوني. اي حد بيقابلني في حياتي بيسمع مني انشاد ديني بيشجعوني على ان انا انشد انشاد ديني. لكن في ناس معينه كانت في حياتي ان هي بتديني حافز، يعني من الناس المشهوره اللي هي بتديني حافز جدا ان انت توصل لحلمك، واحد زي حسام هيكل من الناس المحترمه جدا اللي بتحفزك او تعرفك ازاي ان انت توصل لحلمك. كمان لا انسى استاذ عبد الوهاب شعبان، رئيس اللجنه المنظمه لقناه الموهوبين بمركز اطفيح. الراجل ده اعطاني دعم نفسي بطريقه رهيبه، هو يعني وصلني خلانا اكمل في اللي انا فيه لحد الان يعني، واعطاني دعم نفسي جامد يعني. كان ليك اشتراكات قبل كده في مسابقات؟ يعني انت بتقول ان الاذاعه المدرسيه، هل من خلال ده او غير الاذاعه المدرسيه كان ليك اشتراكات في مسابقات قبل كده؟ انا اشتركت في مسابقات لكن كانت قران وكانت خطابه، والحمد لله كنت بجتاز الحمد لله مراكز كويسه في القرآن أو الخطابة. لكن الإنشاد أول مسابقة اجتازها كانت هي مسابقة الموهوبين في أطفيح زي ما قلت، المسؤول عنها الأستاذ عبد الوهاب شعبان، والحمد لله بفضل الله أخذت مركز أول في الإنشاد وأخذت مركز أول في تقليد الأصوات للقراء. جميل الحمد جدا. لله. جميل جدا. على إيد مين اتعلمت فن الإنشاد الديني السليم؟ وإيه الأماكن اللي أنت كنت بتروح تقوم بإلقاء الإنشاد الديني فيها؟ اغلب يعني انا اتعلمت، انا حتى الان لم ادرس مقامات، لكن نحن في انتظار الدكتور احمد ان هو يجي ان شاء الله باذن الله مركز الصف ويدينا دوره تدريبيه ممتازه عشان نكون يعني اللي هو زي ما بيقولوا طب يعني ان شاء الله. بالنسبه لسماع الانشاد او الاماكن اللي بحب انشد فيها، عايز اقول لكم اكثر اماكن ارتاح فيها في الانشاد وبتديني دعم نفسي دايما هي اماكن المستشفيات زي معهد الاورام، مستشفى 57، دار الايتام، دار المسنين. الاماكن ديت انا طبعاً. انا كابراهيم برتاح فيها نفسيا جدا. طبعا دي تمثل عمل خيري بالنسبه لك او عمل انساني، كونك طبعا فنان جميل شاب موهوب، دي برضو اعمال انسانيه تحسب ليك برضو. هو الواحد بيحمد ربنا على ان هو عنده حاجه كويسه يقدر يقدمها للاطفال ان هو يشوف بسمه على وجوههم فقط. جميل جدا. عايزين نسمع منك بقى انشاد حلو لو بقى محضرين حاجه تانية بقى ان شاء الله باذن الله. اتفضل. يا رسول الله يا جد الحسين، كن شفيعي يا امام الحرمين. يا رسول الله يا جد الحسين،
كن شفيعي يا إمام الحرمين، من له جد الله كجد المصطفى، من له جد كجد المصطفى، أحمد المختار نور الظلمات، يا رسول الله يا جد الحسين، كن شفيعي يا إمام الحرمين، يا رسول الله يا جد الحسين، كن شفيعي يا إمام الحرمين، من له أم كأم فاطمة، من له أم كأم فاطمة، بضعة الزهراء أم الحسنين، يا رسول الله يا جد الحسين، كن شفيعي يا إمام الحرمين، من له أم كأم فاطمة، بضعة الزهراء أم الحسنين، يا رسول الله يا جد الحسين، كن شفيعي يا إمام الحرمين، من له ابن شقيق كالحسن، من له أخ شقيق كالحسن، من له أخ شقيق كالحسن، طيب الأخلاق مبسوط اليدين، يا رسول الله يا جد الحسين، كن شفيعي يا إمام الحرمين. الله يفتح عليك. أناشيد جميلة جدا. ربنا يكرمك والله. تسلم. الأناشيد الدينية مرتبطة بشهر رمضان والمناسبات الدينية بس، ولا مرتبطة بطول السنة يعني تبقى في إنشاد ديني طول العام؟ لا طبعا، الأناشيد الدينية مرتبطة بأي وقت وبأي زمان وبأي مكان. حتى لو تلاحظوا فيديوهين لطفلين صغيرين كانوا في المترو، لو واحد طلع في المترو تمام وقال اغاني دينيه، قال اغاني عاديه، ما حدش هيتفاعل معاه زي ما هيقول انشاد ديني. ليه؟ الانشاد الديني غالبا بيكون فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيدي روح معنويه، وبيدي روح للناس ان هي تتفاعل معاك. فالانشاد الديني في اي زمان وفي اي مكان، ليس مرتبط بشهر رمضان ولا المواسم الدينيه فقط. يعني لو قلنا ابرز المنشدين الدينيين اللي اثروا في ابراهيم عادل بشكل كبير، ابرز المنشدين طبعا على راس الساحه الشيخ حسين التامي والشيخ محمود التامي، لكن انا بتعلق اكتر بفرق معينه زي فرقه المرعشلي، فرقه الحضره، ماهر زين، مصطفى عاطف، الناس دي كلها تستحق ان الواحد يتابعهم يعني ويتعلم منهم. للاسف فقرتنا خلصت في وقت قصير جدا، بس ان شاء الله يتجدد اللقاء في حلقه جديده باذن الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وبكده تكون انتهت فقرتنا الاولى من برنامجكم عاش الشباب. فاصل. شكرا ليك. شكرا ليك جدا. بشكرك جدا. شكرا ليك يا محمد. شكرا. بشكرك يا لمياء ان انا موجود معاكم النهارده، وبشكر استاذ ابراهيم عادل المنشد الديني النهارده، شرفتنا ونورتنا. ربنا يكرمك. شرفتنا يا استاذ ابراهيم. ربنا يعزك يا رب. امين يا رب. فاصل، وبعد الفاصل انتظروا زمايلي سارة ومحمد علاء مع مدرب اللياقة البدنية الكابتن رامي عادل، انتظروهم بعد الفاصل.